بسم الله. مفروض وفي تأخير حوالي 25 ثانية. يس أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا فيكم والسلام مرة ثانية. مني محييكم أنا جمال الشريف وأخوي وصديقي الأستاذ محمد التميمي في حوار جديد كما عودناكم كل ليلة، ومعنا رامي طه. أهلا وسهلا في رامي. رامي دائما صار مشرفنا وزبون دائم صار. اليوم بدنا استضفنا شخصية عربية من مدينة من مقاطعة ألبرتا، نذير حيمون، هو مساعد إحصائي في وكالة الإحصاء الكندية. أهلا وسهلا فيه، شرفنا، ورح يحكي لنا اليوم عن شغلات مهمة عن الامبلويمنت انشورنس او ما تسمى بالاي اي، وخاصة مع التغيرات اللي عم بتصير الان خلال موضوع الكوفيد 19 والتحديثات اللي بتسويها الحكومة. بنشكره على تطوعه ومساعدته اليوم. إنا عاملين لكم باوربوينت راح نحطه في زاوية الشاشة ان شاء الله برضو عشان نعطيكم بعض المعلومات تكون امامكم. اهلا وسهلا فيك. أهلين أستاذ نذير، وبتشرفنا. والحقيقة أنا مبسوط للمبادرة اللي حضرتك. إحنا أول ما نزلنا إعلان إحنا محتاجين حد يتكلم في موضوع الـ AI والتطورات الجديدة والقرارات الجديدة للحكومة. كان الأستاذ نذير مبادر مباشرة للمساعدة في تقديم شيء من المعلومات اللي عنده والمعارف اللي عنده من أجل أن تستفيد منها الجالية العربية ومجتمعنا العربي. وحقيقة هذا اللي إحنا نقصده من هذا من هذه اللقاءات. يعني كل ما كان الخبرات المتوفرة بيننا نكتشفها ونتعرف عليها. يعني قد نفضل شخص بخبراته الكافية لنا وكافية لعلمنا وكافية لمعلوماتنا أفضل ما نروح ندور على خبرات خارجية منها الناس تتعرف على الخبرات والطاقات الموجودة عندنا، ومنها نتعاون مع بعضنا البعض بسهولة وسلاسة ونستفيد من علمنا بعضنا البعض بالمجالات اللي احنا نهتم فيها جميعا. فبرحب أنا بالأستاذ نذير وبشكره على هذا المبادرة للتعاون بشكل كبير. حقيقة أنا لما بدأنا طرح الموضوع طبعا جاء من خلال استفسارات من الإخوة على موضوع الـ AI والقرارات الحكومية في دعم الموظفين أو غير الموظفين في الدعم بشكل عام اللي الآن الحكومة بتتكلم عنه. شو هو؟ إيش بيعني؟ التفاصيل؟ مين يستفيد منه؟ مين لا يستفيد منه؟ وبعدين بدأ في بعض الحوارات الجانبية، وجدنا إنه الموضوع محتاج لتوضيح، وأيضا الموضوع محتاج إنه نرجع فيه لجذوره. من وين بينحدر هذا البرنامج؟ هل هذا البرنامج جديد؟ لأنه إحنا بنسمع بكلمة update، فأبديت معناته في عنا إحنا البرنامج هذا موجود ولكن بيتم عليه تحديثات مستمرة حسب الظروف. فياريت ناخد فكرة من البداية، هذا البرنامج أصلا شو هو، من وين بينحدر، وحتى نتدرج ضمن السياق ونكون موجودين في السياق تبع هذا البرنامج من بداية إنشاؤه إلى حالته والنسخة الأخيرة. تفضل أستاذ نذير، مشكورا. شكرا جزيلا على المقدمة، الله يزيد فضلكم يا جماعة. نبلش حاليا. أول شيء كمقدمة بسيطة، الكندا Emergency Response Benefit هو بطبيعة الحال امتداد لتأمين الوظيفي للEmployment Insurance. والEmployment Insurance هو ببساطة مثل نظام تأمينات اجتماعية أو نظام تأمين وظيفي موجود بكندا مثل موجود بكثير من الدول العربية، يعني بحيث الموظف
يتم اقتطاع من راتبه مثلا قدر معين خلال السنه بتكون موجوده على التي 4 بيكون اسمها الاي اي بريميومز مثلا، وهي دائما بتكون بتروح للصندوق موجود عند الدوله والامبلويمنت انشورنس، وهذه هي الموارد عاده يتم استخدامها في حال الشخص خسر وظيفته ضمن ظروف معينه حنحكي عنها هلا لاحقا هون بالمحتوى هون. وبيتم هذا البرنامج بيدعم هالاشخاص المضمونين وظيفيا لفتره معينه. هلا الاشياء اللي حتحدث عنها اليوم هي متطلبات التامين الوظيفي، الفتره التي يغطيها التامين الوظيفي، كيفيه التقديم، لانه التامين الوظيفي اللي هو employment insurance هو يعني يتم ادارته من قبل Service Canada، ولكن البرنامج الجديد تبع Emergency Response Benefit هو يتم ادارته من قبل CRA اللي هو Canada Revenue Agency. فهيدا بدنا ننتبه على النقطه هي، لانه الاشخاص اللي حيقدموا على الاي اي حيستعملوا الطريقه المعتاده، يعني اللي كانوا الاشخاص يستعملوها حتى قبل ازمه فيروس كورونا المستجد من خلال Service Canada، يعني الموقع تبعهم الحساب بتقدم بتعبي الطلب وهذا، واللي حنحكي عنه هلا حنحكي على الرابط وكل التفاصيل. ولكن الكندا Emergency Response Benefit حاليا يتم ادارته والاستعداد للانطلاق اللي حتكون باول شهر 4 من قبل CRA. واذا حكينا عن السبب، هو احيانا ممكن يكون انه وانا واحد من الاسباب CRA مسؤوله عن النظام هذا، لانه CRA اسرع بالاعمال اللوجستيه وبالاعمال اليوميه بهالناحيه. سو لانه الوضع حرج جدا حاليا بازمه الكورونا، والحكومه بدها تبلش يعني باسرع ما يمكن تصرف الناس الشيكات والمصاري للاشخاص اللي فقدوا اعمالهم واللي فقدوا وظائفهم، فقرروا يوكلوا هاي المهمه للسي ار اي. واحده من الاسباب الاخرى اللي قرروا يوكلوا هالمهمه للسي ار اي انه الموعد النهائي للضرائب اللي هو عاده نصف شهر 4 تم تأجيله، ومن نتيجة لهذا التأجيل يعني العمل اللي حيكون الـ CRA كانوا ممكن يركزوا عليه من ناحية الضرائب وفايلينج تاكسز يعني تبع العالم بكل كندا، حاليا الطاقات كلها متوجهة على هذا البرنامج الجديد للتعامل مع الأزمة الحالية. يعني فمثل ما بنشوف نحن التأمين الوظيفي هو الـ Employment Insurance هو مبلغ من المال يقدم للأشخاص على شكل راتب أسبوع، يعني كل أسبوعين، الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم ضمن ظروف معينة. ويشترط على هذا الشخص اللي عم يستقبل Employment Insurance أنه يكون قاعد بانتظام عم يبحث عن عمل، وهذا الشيء بيتم متابعته مع Service Canada كل أسبوعين مرة. يعني بيبعتوا لهم survey وهن بيسألوهم أنه مثل بيسألوهم على أدلة في بعض الأحيان أنه عم تقدم على وظيفة، ممكن بيسألوهم على الإيميلات اللي الشخص مثلاً عم بيجي rejection emails على الأشغال اللي عم بيقدم عليها، ممكن الريجريت ايميلز، ما عم بيلاقي شغل عم بيقدم، كل هالقصص ممكن يسألوه على هاي أشياء ليتأكدوا أنه الشخص يعني مواظب على البحث عن عمل، ما أنه قاعد بالبيت وعم بيقبض من الدولة بس مصاري، أنه هو بده يشتغل، حابب يشتغل، عم يبذل الجهد ليبحث عن عمل ويقدم على العمل، ولكن لم تسنح له الفرصة حتى الآن. فهذا هو الوحدة من الشروط. وبمجرد توقف الشخص عن العمل بيحق له يقدم على Employment Insurance، حتى لو كان مثلاً على سبيل المثال الشخص توقف اليوم عن العمل وآخر Paycheck لقاله حيوصل بعد أسبوعين، بإمكانه اليوم بمجرد Layoff، مجرد تسريحه من العمل، أن يذهب ويقدم على الموقع Service Canada. ولا ينصح أبداً بالتأخير عن التقديم، لأنه في حال تأخر الموظف عن التقديم للـ Employment Insurance يمكن يخسر حقه بالـ Employment Insurance. يعني من أحد الأمور أنه إذا تأخر أكثر من 4 أسابيع في احتمال كبير ممكن الطلب تبعه يتم رفضه، حتى لو كان دافع وعنده Employment Insurance وعنده الحق، ولكن تأخيره بهذا الشيء ممكن يسبب إشكالات قانونية وإشكالات بحقيته أنه هو ليش تأخر بفترة 4 أسابيع. يعني هو 4 أسابيع صار هو عاطل عن العمل ولم يعني ما تحقق الشروط القانونية الموجودة فيه ليحصل على Employment Insurance. عندك مداخلة دكتور جمال؟ بحكي هاي نقطة مهمة، يعني إنه يكون بالسرعة يعني. يس طبعًا. أكيد يعني وبنصح أنا حتى يعني الأشخاص اللي بازالوا يعني موجودين بعملهم إنهم يفعلوا حساباتهم بService Canada، لأنه أحياناً في أمور لوجستية بيبعتوا له الكود على الميل تأخذ 5 business days لـ10 أيام،
فيكون جاهز في حال لا سمح الله تم تسريح الشخص من العمل، يكون جاهز دغري يعبي الطلب ويبعته مشان يستفيد من هالموضوع هذا. ويعني يجدر التنويه انه الامبلويمنت انشورنس الموجوده بكندا بتغطي 55% من الدخل اللي كان يجنيه الشخص قبل التسريح لسقف معين قدره 450,200 دولار بالسنه. يعني هذا اكبر مبلغ دخل سنوي ممكن التامين يغطيه. يعني لو شخص دخله اكبر من هيك التأمين، لنفترض أنه رب العمل عنده يعني متيح له الفرصة هو لتأمين دخله، ما فيه يعمل تأمين لأكثر من هذا المبلغ. هذا بشكل عام؟ بشكل عام، بشكل عام. يعني قبل أوكي. يعني هذا المبلغ هو الدخل اللي الشخص أكبر دخل ممكن تأمنه وأنت عم تشتغل، فعمليا أكبر قدر من المال ممكن الواحد يحصله من التأمين الوظيفي هو 55% من هالمبلغ هذا بشكل عام. ولكن في استثناءات ممكن توصل للشخص انه يحصل ما يقارب 80% من الدخل تبعه، هذا حسب العدد الاولاد وحسب اعمارهم. وفي نقطه مهمه انه هون يعني الاشخاص اللي عندهم اطفال تحت سن 18 غالبا بيكونوا يعني بياخذوا تشيكس من التشايلد كندا تشايلد بنفيت، سو هي فهمتوا علي كيف، حتى يعني في حال لا سمح الله تم تسريحهم من اعمالهم. فهي مقدمة تقريباً عن الامبلويمنت انشورنس بكندا. هلأ المتطلبات، هلأ يحق للشخص أنه يقدم على الامبلويمنت انشورنس، بده يكون يقدم بالوقت قبل 4 أسابيع أول شيء، وإذا كانت وظيفته هي خاضعة للتأمين الوظيفي اللي هي امبلويمنت انشورنس. يعني لو الشخص عم يشتغل والباي تشيك تبعه ما عم ينخصم منه مبلغ معين كل شهر او يعني وحتى بالسنه موجوده على الوثائق الماليه من رب العمل انه في قسم معين من المقتطعات للتامين الوظيفي، لو هذا الخانه ما له موجوده الشخص غير مؤهل للتامين الوظيفي. وهون واحده من الاسباب الرئيسيه اللي خلت الحكومه الفدراليه بهالظروف الاستثنائيه تبادر بالبرنامج تبع الامرجنسي بنفيت، انه في اشخاص ما بتتيح لهم ظروفهم الوظيفية أنه يكونوا مؤمنين. قسم ضخم أكثر من نصف الكنديين العاملين في كندا هم ما لهم مؤمنين وظيفياً لأسباب عديدة. مثال contractors اللي بيشتغلوا contracts أو شغلات زي هيك، صح؟ مظبوط 100%. الحلاقين مثلاً، المطاعم. وبنوه عادةً الأشخاص اللي في من contractors في منهم بإمكانهم يأمنوا على وظيفتهم، ولكن في كتير أشخاص الموضوع مكلف لألهم. يعني هن بطبيعة عملهم لو الامبلوير ما له جابرهم أنه يكون في جزء من النظام الوظيفي والقانوني بالشركة أو عند رب العمل يكون في تأمين وظيفي، بيكون الموظف عم بيدفع رسوم تانية، يعني مثل تثقل كاهله وتثقل البيتشيك تبعه الشهري إذا بده يحط التأمين الوظيفي إضافي على الأمور كل الاشتراكات والاقتطاعات الموجودة بيدخله. معلش، هذا التأمين الوظيفي إذا أنا بشتغل في شركة بتدفعه كامل الشركة ولا أنا جزء من راتبي برضو بروح لهذا التأمين الوظيفي؟ هو جزء من راتبك بيروح شهرياً. أنت عليك. وهذا يتم اقتطاعه من دخلك لما تحسب الضرائب when you file your taxes. هي واحدة. ولكن في العديد من الشركات تشترط بعض المهن أو ما حتى المهن، بعض الوظائف إنه ما لها مؤمنة، والسبب هي أرخص للشركة، يعني ما يدفعوا تأمين كذا. يعني صحيح أنت في اقتطاعات معينة من دخلك للتأمين الوظيفي، ولكن رب العمل بيتحمل نوع من التكلفة بطريقة أو بأخرى وقت يسرح الموظف من العمل. يعني لو موظف ما عليه تأمين خلص، الله معك، مع السلامة وشكرا، وما بيكون أي يعني ترتبات موجودة أو مسؤوليات على رب العمل بعكس الوظيفة المؤمنة. فهي ما يخص أن الوظيفة لازم تكون مؤمنة، وهذا يعني بالباي ستيب الموجوده اللي بياخذها الموظف كل شهر تقريبا او كل مرتين بالشهر بتكون موجوده، وموجوده بشكل صريح جدا على التي 4. يعني التي 4 الموظف بياخذها مكتوبه في خانه محدده، هي لما الواحد بيعمل فايلنج للتاكسز بيكون موجوده لانه يتم اقتطاعها من دخله، يعني غير خاضع على الضريبه. هي اول نقطه. النقطه الثانيه واللي هي مهمه جدا، انه هو خسر وظيفته لسبب خارج عن ارادته. يعني هو ما قدم استقالته، لو قدم استقالته حتما غير مؤهل ليقدم على التأمين الوظيفي. لو لنقول ارتكب خطأ ونتيجة الخطأ اللي عمله بالشركة تم فصله من الشركة أو تم تسريحه، لنقول
فهذا غير مؤهل للتأمين الوظيفي. يعني أستاذ نذير، هذه الشروط مجتمعة ولا إما هذا أو هذا أو هذا؟ يعني هذه الشروط لازم مجتمعة، لازم تكون مجتمعة مع بعض حتى يستحق إنه يستحق التعويض. يعني عليك. يعني لنقول موظف وظيفته مؤمنة، ومثلا موظف لنقول بشركة تأمين صحي حاليا أو بشركة مقاولات مثلا بأونتاريو، تم تسريحه حاليا لأنه ما في شغل. السبب أنه ما في شغل حاليا، في ركود اقتصادي، كل الأشخاص قاعدة ببيوتها بسبب الحجر الصحي، لا حدا عم يشتري ولا حدا عم يبيع. هو موظف مؤمن وهو خسر وظيفته لسبب خارج عن إرادته، يعني بسبب المتغيرات الاقتصادية الموجودة. لو هذا الشخص لنقول قدم استقالته اليوم اللي قبل أو ترك الشغل، وباليوم اللي بعده قررت الوظيفة تصرف بعض العمال، الشخص اللي استقال قبل بيوم أو يمكن بنفس اليوم ما يحق له التأمين الوظيفي. يعني هي بالنهاية للسبب يعني لما يقدم الإنسان على التأمين الوظيفي بيطلب منه وثائق تثبت أنه هو ما استقال طوعياً وما تم طرده أو تسريحه من العمل لسبب هو قام فيه، يعني خارج عن إرادته. نعم. هي الشرط الثاني. والشرط الثالث هو أنه يبقى بلا عمل وبلا راتب لمدة 7 أيام في 52 أسبوع الماضي. أعطي تفاصيل أكثر. لنقول فرضاً أنه هذا الشخص بيشتغل بشركة ريال استيت بأونتاريو، موظف مؤمن بالإمبلويمنت إنشورنس، خسر وظيفته بسبب ما خارج عن إرادته، ولكن إجا هذا الشخص وراح بلش يشتغل شغلة تانية اليوم اللي بعده. لو بلش يشتغل وعنده مصدر للدخل ثاني، هذا الشيء بيخليه غير مؤهل ليقدم على التأمين الوظيفي. وهذا الشيء سهل جدا سيرفيس كندا تكشفه لما يقدم، انه بيشوفوا انه خاصه لما الشخص يعني عم يشتغل في مورد عم بيفوت على السوشيال انشورنس تبعه، لما يفوت على السنه في اموال عم بتفوت له بهالهذا وفي اقتطاعات وكذا، بيقولوا هذا الشخص عم بيشتغل، لا في عمل وفي راتب، صعيد صرح من العمل ولكن هو دبر حاله وعم بيفوت عليه دخل، فهو غير مؤهل ويتم رفض الطلب التامين الوظيفي الذي يقدمه حتى لو استوفى كافه الشروط الاخرى. والشرط الرابع واللي هو كمان مهم جدا هو شرط الساعات المطلوبة للتأمين الوظيفي خلال 52 الأسبوع الماضي، وهي الساعات تتراوح بين 420 ساعة ل 700 ساعة، 750 تقريبا، وهذا الأمر يختلف بين من منطقة لمنطقة بحسب نسبة البطالة، يعني بحسب نسبة البطالة بالمنطقة يتم تحديد عدد الساعات هي. وهون يجدر التنويه أنه الطلاب وغيرهم اللي بيشتغل بارت تايم بيحق له يقدم على employment insurance بشكل كامل طالما هو استوفى عدد الساعات واستوفى كل هالشروط وخسر وظيفته، يعني مؤهل بشكل كامل ولا غبار عليها انه يقدم على التأمين الوظيفي طالما هو في جزء من الدخل تبعه مخطط على التأمين الوظيفي مؤمن وصار في عملية تسريح وما عم يشتغل، هو مؤهل تماما ليشتغل طالما جمع هالعدد من الساعات هي اللي هي تتراوح بين 700 والـ400 والـ700 بتقريبا. وأنا ضفت رابط بالسلايد اللي بعده حاطين جدول هنن حسب نسبة البطالة، يعني كل ما عليه الشخص أنه يشوف يفوت على موقع Statistics Canada ويشوف مثلا نسبة البطالة بأوتاوا أو بجاتينو أو بلندن أو بكالجري ويشوف نسبة البطالة وعدد الساعات الموجود لحتى يعرف إذا هو مستوفي الشروط هي للتقديم لما لا، لأنه هي كلها على حسب وين عايش الشخص، يعني هي بالنهاية هن عدد الساعات أخذينها بهاي الاعتبار أنه نسبة البطالة المرتفعة في منطقة ما بتخلي الشخص أصعب عليه يحصل على وظيفة، يعني هذا السبب التراوح والتباين بسبب الاختلاف بين مقاطعة ومقاطعة ومدينة ومدينة، يعني سهولة الحصول لنقول على عمل في أونتاريو بتورونتو مثلا مش مثل كالجري أو مثل ريجينا أو مثل ساسكتون أو وينيبيغ. فهي نقطة كتير مهمة لازم الواحد يتأكد منها ويشيك الجداول تبع نسبة البطالة بالمدينة اللي عايش فيها هو ونسبة البطالة شو الرقم المرافق لها من حيث عدد الساعات المؤمنة اللي يقدر هو يقدم على التأمين الوظيفي. والشرط الأخير واللي هو كمان مهم جدا هو جاهز للعمل ويقوم بالبحث عن عمل في الوقت الحالي.
يعني واحدة من الأسباب راح يسألوها بكل وقت يقدم أنه حالياً عم بتقدم على عمل جاهز لأنك تشتغل. لو الشخص غير جاهز مثلاً لأسباب صحية، هذا الشيء بأهله لبرامج تانية. Employment Insurance ما له شخص على سبيل المثال غير قادر على العمل لأسباب صحية. الأسباب صحية ممكن يقدم على الإيش، على برامج كتير تانية ممكن نحكي عنها بآخر البرزنتيشن. ولكن هو طالما جاهز للعمل وعم بيقدم بشكل منتظم وما عم بيحالفه الحظ، فهو مؤهل لهذا الشيء. وهذا الشيء الشرط الأخير يتم السؤال عنه كل أسبوعين. يعني Employment Insurance ما قدمت عليها وبلشت تصلني شكات دائما كل أسبوعين، كل أسبوعين في مثل سيرفي بدي عبيها، يعني استبيان من سيرفيس كندا، واحدة من الأسئلة. وأحيانا بيطلبوا وثائق تثبت الكلام هذا، أنه عم بتقدم على شغل هلأ بس ما عم بيحالفك الحظ. Are you actively looking for a job؟ ولما تجاوب ممكن يسألوك في عندك مثلا إيميل رفض من الشركة الفلانية، في عندك إيميل، كم شغل قدمت كذا. يعني ممكن يتابعوا معك هذا الموضوع في حال حسوا أنه في شخص صار له فترة بالإمبلويمنت إنشورنس وعنده مثلا يعني سيرة ذاتية جيدة وما عم يقدر يلاقي شغل. أو ممكن يسأل يعني بيتابعوا معه بس لحتى يتأكدوا أنه هذا الشخص ما قاعد عم بيتكاسل عن العمل لحتى يستفيد من التأمين الوظيفي. هذا فيما يتعلق في متطلبات التأمين الوظيفي. طيب متى بيكون إفكتيف إنه يقدم هو للتأمين الوظيفي؟ يعني لازم يكون هو اشتغل مثلا، نفرض واحد اشتغل اليوم، متى بيبدأ بإمكانه إنه يقدم للتأمين الوظيفي؟ ثاني يوم ولا بيستنى إحنا مدة ال يعني مدة معينة؟ هلا إرسال الطلب السبعة أيام هي الأفضل. والسبب أنه بكثير من الأحوال الشرط الثالث، بما أنه هو الشخص وقف عن العمل لسه ما، يعني سيرفيس كندا ما عندهم دليل يثبت أنه هو الشخص هذا حالياً قاعد بلا شغل وبلا بيتشيك. فيفضل الانتظار لحتى أنه خلص الشخص ما عاد يقدر يعني يخلص كل البيتشيك تبعه، ويمرق فترة الأسبوع الموجودة عن سيرفيس كندا ويقدم. حالياً بهي الظروف الموجودة في تساهل بهذا الشرط، بس لأنه الأشخاص اللي عم ياخدوا البيتشيك تبعهم بعد أسبوعين رح يقعد فترة أكثر من أسبوعين يعني بلا مصاري لحتى يقدر يبلش يستقبل ياخد الامبلويمنت انشورنس. فلذلك بهالفترة في شوي تساهل أكثر من قبل بهي النقطة. ولكن يفضل انتظار فترة الأسبوع، وإذا ممكن يعني تصرح الإنسان أخذ آخر بيتشيك يقدم بعدها. هي الفترة المثالية للتقديم. أنا شايف هون في هذا السلايد من لا يحق له التأمين الوظيفي أو الـ EI. أنا شايف الثالثة أو اللي هي عطل بسبب الإضراب. فهل الإضرابات هاي الاسترايك اللي بتصير وصارت تسرح ناس لأنه خلص، هل لا يحق له بسبب الإضراب؟ ما لو خسر عمله ما بيحق له. يعني مثلا هلا بالاضرابات المعلمين اللي كانت موجوده بأونتاريو من فتره، من عده اسابيع او اشهر على نطاق واسع، لنقول معلم خسر عمله بسبب الاضراب. هلا بغض النظر عن اي القوانين الثانيه، لانه في قوانين بتمنع، قوانين العماله بتمنع طرد الموظف بسبب الاضراب بكثير من الاحيان، استثناء القطاعات الرئيسيه. القطاعات الرئيسيه ممنوع يعملوا اضراب. لو خسر عمله هو ما بيحق له يقدم على employment insurance. ممكن يقدم على أشخاص تانية يكون في يعني إشكالات قانونية من قبل على رب العمل، مترتب على رب العمل ومسؤولية من وراء هذا الفعل. ولكن إنه الشخص يروح ويقدم على Employment Insurance بسيرفيس كندا لهذا السبب، يعني الطلب تبعه سيتم رفضه. طيب معلش تفضل دكتور جمال. أنا بس بدي أسأل سؤال عن موضوع الأكاونت. أنت بديت حكيت عنه، وفي شخص هون الأخ مسلم، أول شيء مصلى بالخير الجميع، رامي، أحمد بسيوني، عصام عدي، سيدنا وسيد الشباب، الأخ جهاد حياك الله. مسلم بيسأل، وأخ نسيم برضو أهلا وسهلا فيكم. أنا وصلني الكود على الميل، بس لما أدخل على حسابي في سيرفيس كندا ما ببين أبليكيشن أو الطلب. هل سيرفيس كندا وسي آر اي two different accounts؟ اوكي. معناها هذا بوصله كود ومش قادر يلاقي applications. الكود اللي وصله، اذا وصله للسي ار اي، لانه السي ار اي بيعتمدوا على الكود اكثر من سيرفيس كندا بكثير من الاحيان. يعني لو وصله السي ار اي
على الكود وفات على حساب الطلبات الموجودة للإمرجنسي بنفيت لسه ما لها موجودة على الموقع، رح يتم تفعيلها من أول الشهر، أول شهر أبريل إذا هذا هو يعني فات على CRA. بس سيرفيس كندا هو أكاونت مختلف تماما. في أحيانا عندك أنت خيار بالCRA فيك تنتقل منه لسيرفيس كندا، أنت علي كيف؟ فيك تنتقل منه وبيسألوك أنه يعني بتعطيهم الإذن وكذا، وفيك تروح وساعتها هنيك في قدم على الإمبلويمنت إنشورنس يشوف التفاصيل وكذا. وبس للعلم للمستمعين أنه الآن سيرفيس كندا عليهم ضغط كبير كبير، سواء أونلاين أو في الأماكن اللي بتروحوا عليها، فعشان هيك إذا أتوقع في ناس مش قادرين يدخلوا الآن على الموقع. وزي ما حكى الأخ نذير أنه اصلا هي هاي الامرجنسي اللي اعلنوا عنها، انا سمعت قبل يومين انه لازم اصلا البارلمنت تو باسيت، وبعدين بعد ما هم باسيت لازم الجوفرنر جنرال يوقع عليها، فالموضوع لسه في بروسس مع انه كلهم متفقين عليه جاست شكلي، لانه بتعرفوا احنا دوله ديمقراطيه فالموضوع شكلي، فهم يصير عندهم اجتماع في البرلمان مصغر مش لكل البرلمانيين، مصغر عشان تباست من كل الفيدرال بارتيز وودوها على السينتس، برضو السينتس حيكون عندهم مصغر ودوها على الجوفرنر جنرال، كلها تأخذ يوم واحد، وزي ما حكى أنا راح تكون بشهر 4. تفضل. طيب أنا بس في شيء لفت نظري، إحنا حكينا إنه الامبلويمنت انشورنس اللي بتكون موجودة اصلا انا يقتطع من راتبي عليها خلال فتره وظيفتي خلال فتره عملي، والان احنا حندخل في موضوع اللي لا يحق له التامين الوظيفي، ومنها ذكرت قبل قليل موضوع الاضرابات، وانا مش فاهم الرابط، يعني اذا في عندك تفسير، يعني انا اوريدي بدفع علشان ما افقدش وظيفتي، واذا فقدتها اتعوض عن هذا الفقدان، والآن في شرط زي هذا الشروط إن إذا فقدت وظيفتي بسبب الإضراب أنا مش راح أحصل على البنفيتس هذه، فهل في تفسير للسبب عندك؟ التفسير عادة لهل يعني لهل الجملة أو الشرط الموجود عند سيرفيس كندا إنه هن ما بدهم يشجعوا العالم يكونوا متمردين بإضراباتهم لدرجة إنهم يخسروا وظائفهم، وعارفين إنه هن في عندهم ملاذ أخير. هي أول نقطة، لأنه بهالحالة سيرفيس كندا نوعا ما بيصير عليهم ضغط مالي، لنقول لو في ناحية تسريح أو طرد يعني عدد كبير من الأشخاص اللي عم مضربين عن العمل، في ضغط مالي جدا سيرفيس كندا غير قادره ماليا على تحمله. هي اول نقطه. النقطه الثانيه انه هذا الشيء ما بيصير كثير، ما لانه الشخص يعني ما بيصير لانه في عواقب قانونيه موجوده على رب العمل، فهو يعني بدل ما اللي يشجعوا الاشخاص يعملوا اضرابات ويعملوا مشاكل على هالموضوع لحتى يقدموا ويعملوا ضغط، يعني هذا مثل انه سكروا على حالهم هذا الباب سيرفيس كندا. ولكن اذا لاحظتوا بأونتاريو ما سمعنا ابدا في تسريحات من وراء الاضراب، في كان تسريحات معينه لتصغير ال يعني الببليك سيكتور بأونتاريو والكاتس الموجوده بحكومه دوك فورد، بس ابدا ما صرحوا ابدا مع كل الضجه والشوشره اللي عملوها، وقفوا المدارس ما بعرف قديش، يعني انا متابع كل يوم الاخبار كنت من ألبرتا يعني، وما ما ما سمعت عن أشخاص تم طردهم من وراء هالموضوع هذا، لأنه اليونينز بيروحوا على الكورت وبيرفعوا دعوة على الحكومة وبيربحوها. يعني في أشخاص أنا بعرفهم بألبرتا خسروا عملهم لسبب، يعني دكتور بالجامعة خسر عمله لهذا السبب، اشتكى على الجامعة ورجعوه وربح القضية يعني. فهذا هذا أستاذ محمد، أستاذ محمد أنت بهتم الإضراب في البيت بعدين لا بنفيتس ولا إشي بوصلك ها؟ لا طبعا أكيد أكيد أكيد، بس أنا فهمت الزاوية إذا أنا فهمتها صح، إنه الآن سيرفيس كندا أو سيرفيس أونتاريو أو هويفر اللي حيأمن أو يدفع بدل التأمين الوظيفي، طالما إنه في جهة اللي هي الإمبلوير هو المسؤول عن هذا الفصل، وبالتالي حيكون القضية ما بينه وبين الموظف، لأنه في قوانين أخرى بتحكم الإمبلوير أنه ما يفصل موظف بسبب الإضراب، وبالتالي القضية حتكون بين الجانبين بين الطرفين هدول، إما أنه الإمبلوي مضرب من غير حق
وبالتالي هو لا يستحق انه ياخذ الامبلويمنت انشورنس، او انه الامبلوير فصله بغير حق، وبالتالي هو المفروض يعوضه مش الحكومة. Is it right؟ نقطة كتير حلوة خليني اقول لك اياها، انه التأمين الوظيفي هو ماله التأمين الوظيفي الموجود عندنا بالدول مثل تعويض من رب العمل، تعويض او هذا، بل هو يعني في مسؤولية التزامات مالية على رب العمل عن Service Canada، وبعدين موضوع الامبلويمنت انشورنس يعني بين سيرفيس كندا والموظف، رب العمل ما له علاقه. فهمت علي كيف؟ طالما هالموظف مؤمن رب العمل هو مو هو الشخص اللي بيحدد. فهذا السبب. وانا بتصوري انه في كتير اشخاص اعمالهم ما بتسمح لهم اول شيء يكونوا مضربين وعليهم انشورنس، يعني هذا يعني هل انا برايي العباره رح تؤدي الى خساره كثير اعمال موجوده بسوق العمل، والاشخاص رح يعتمدوا على الامبلويمنت انشورنس. يعني لو شخص عنده خلاف بسيط على موضوع معين بالوظيفه او مع رب العمل، حيقول لك انه خلص انا بدي اضرب وما بدي اجي اليوم، منفصل من الشغل. انفصل من الشغل يعني بيصير بده يقدم هذا الشيء، حيؤدي لحالات ضخمه، عدد ضخم اللي حيقدموا على الامبلويمنت انشورنس. بجاوب هذا الجواب منيح على سؤالك ولا بدك تزيد؟ نعم. بس في أخونا أنس بيحكي إنه هل الحد الأدنى للساعات يجب أن يكون في نفس الشركة ولا ممكن يكون في عدة شركات accumulated؟ يعني ممكن يكون في عدة شركات طالما الشخص هو جمع الemployment insurance من هون ومن هون ومن هون ما عليه أي مشاكل. ولكن هون في نقطة، لو جمعها من عدة شركات وعم بيشتغل part time بأكثر من شركة، لو انفصل من شركة وما انفصل من الثانية، هون في شوية إشكال على الطلب. يعني بده يتأكد، لأنه هون في حالة هو عم يخرق واحدة من الشروط، واللي هي أنه يكون ما عنده دخل وعمل. فهون بس بده يتأكد بهي الحالة. يمكن يكون في يعني هي تقريبا كل حالة بحالتها، بس بأغلب الأحيان طالما الشخص عم بيفوت عليه مورد مالي لا يتم تعويضه، ويتم مثل أنه رفض الطلب. نعم، نكمل في الحالات اللي لا يحق التأمين الوظيفي فيها. وبآخر حالة هي لو كان الشخص أخذ مثل لنقول أشتغل بشكل إضافي، أخذ إكسترا شيفتس بالشغل علشان يأخذ مثلا استراحة أو إجازة معينة. فلو شخص اشتغل إكسترا، يعني لو هي أكتر شيء بتصير بحالات البارت تايم، لو شخص بيشتغل لنقول 20 ساعة بالأسبوع، اشتغل 40 أو 50 ساعة بالأسبوع كله، وإجا وأخذ أسبوع تاني أوف، أو أخذ فترة معينة أوف، يعني أخذ هالإكسترا اشتغلهم شهرين ثلاثة كاملين وبده يأخذ شهر عطلة، في حالة الاتفاق الموجود بين الموظف ورب العمل مسبقاً على أخذ عمل إضافي وأخذ استراحة، هون ما بيحق له الموظف يقدم على Employment Insurance. يعني بتشوفها Service Canada كأنه فيها حركة انتهازية، أنه أنت عم تشتغل إضافي، عم تتفق مع صاحب الشغل على فترة استراحة أو فترة عدم عمل لحتى تستفيد من هي، فيتم رفض يعني، وخاصة لو رب العمل صرح بهذا الشيء يتم رفض الطلب فورا. أي أسئلة لهون؟ تفضل كمل تفضل. والفترة، هلأ الفترة هن عم بيقولوا لك هون ما هي الفترة التي يغطيها التأمين الوظيفي. الفترة اللي بيغطيها التأمين الوظيفي بتتراوح بين 14 و45 أسبوع، وهذا بيعتمد على عاملين. معدل البطالة بالمنطقة أو بالمدينة اللي عايش فيها الشخص، والسجلك الوظيفي، هي يعني سجلك الوظيفي وعدد الساعات، يعني من ضمن سجلك الوظيفي التي القصص اللي بيتفرجوا عليها هو عدد الساعات اللي اشتغلتها. فلنقول شخص اشتغل عدد الحد الأدنى من العدد الساعات، وهو شخص موظف بمنطقة نسبة البطالة فيها ضئيلة جداً، لنقول 3%، فهذا الشخص كتير صعب عليه يعمل، يعني مثل ما بيقولوا to make the case أنه يأخذ 54 أسبوع من الemployment insurance. ولكن لنقول فرضاً في شخص تسرح من عمله والنسبة البطالة عالية، يعني 13-14% بمنطقته، وخاصة إذا عم يشتغل بقطاعات يعني نوعاً ما فقدت أهميتها وصار في يعني ماتت، مثل قطاع النفط بألبرتا، في كتير أشخاص في مثل يعني أنه ركود بهذا القطاع من قبل حتى أزمة الكورونا،
وما اشتغل عدد ساعات كتير، فهون في إشكالية إنه بهالحالة مثل إنه هاي الشروط سيرفيس كندا بدون يتأكدوا إنه الشخص ما عم يسحب أكتر ما دفع، أو عم يعني إذا في كتير أشخاص عم يسحبوا كتير أكتر ما دفع وبطريقة يعني الجاب موجود بشكل كبير، سيرفيس كندا بتوصل بالأخير بتقول نحن ما عم يعني هاي عم نصرف مصاري أكتر ما عم نلم ونصرف، ما صار موضوع تأمين، صار موضوع صرف حكومة على الأشخاص العاطلين عن العمل أو المسرحين. أي أسئلة على هالنقطة؟ تمام. هلأ كيفية التقديم؟ هلأ في عدة معلومات لازمة. هلأ أول شيء السن نمبر لازم يكون موجود، أكيد هي من الأمور الأساسية بأي معاملات بالCRA وبالسيرفيس كندا، حتى بموضوع الحساب، يعني الشخص لما بده ينشئ حساب بالوكالتين الفدراليات هدول لازمه السن نمبر، يعني حتى الأول شيء ممكن يسألوك عنه، هي أول نقطة. طبعا انا بس بدي اركز على نقطه هون خاصه للقادمين الجدد، موضوع السن نمبر يا جماعه هذا رقم لازم تنتبه عليه. يعني انا شفت ناس للاسف خاصه من القادمين الجدد بيحملوا السن نمبر معاه في هو مش هويه وما بتفيدك في اي مكان، فاذا انت حافظها او انت مسجلها مثلا بشيء مكان فخلص يكفي، ما في داعي انك ضلك حاملها، فانتبهوا لانه لو ما تعطيها لأي حدا كمان، لأنه السن نمبر هذا يعني إذا واحد يقدر يخترقه وعرف معلومات عنك كل سهولة إنه ممكن يخترق هويتك. تفضل. وبحب نوه كمان موضوع السن نمبر، يعني في كتير قصص عمليات احتيال بيكونوا بيتصلوا على الأشخاص خاصة القادمين الجدد إنه بيقولوا حنرحلك لو ما عطيتنا وكذا وبيطالبوه، وهي يعني فيها خصوصية كبيرة جدا، يعني ما لازم أي شخص يكون يعني يعرف السن نمبر، يعني الرقم يعني له كتير أهمية من ناحية الضريبية والناحية المالية، يعني فقط الأشخاص اللي عم تشتغل معهم رب العمل وبعض الأحيان البنوك أو ما إلى ذلك، يعني بس غير هيك كتير موضوع خاص يعني صحيح. إيه والمتطلب الثاني بالإضافة للسن نمبر هو اسم الأم مع عائلتها الأصلية، يعني عائلة الكنية الأم أو لقبها قبل ما تتزوج، في حال هي كنيتها كانت نفس الأب بعد الزواج، يعني هذا يمكن في كثير من العائلات العربية لسه الكنية مختلفة لو اجوا على كندا بعد ما تزوجوا. العنوان البريدي بس الادرس يعني تبع الشخص، معلومات البنك يعني الدايركت ديبوزيت اللي بيقولوها ورقة من البنك لحتى يقدروا سيرفيس كندا يحولوا لك على حسابك، واسم الاسم والعنوان وتواريخ العمل لرب او ارباب العمل باخر 52 اسبوع مع سبب التسريح، يعني هاي الوثائق كتير مهمه جدا تكون موجوده لحتى سيرفيس كندا يتاكدوا انه اول شيء انت اشتغلت، انت مؤهل لحتى تقدم على التامين الوظيفي، ثانيا الفتره اللي اشتغلتها وعدد الساعات بيكون يعني بشكل صريح موجود، وسبب التسريح يعني لنقول مثلا يعني سبب التسريح هلا ممكن يكون الشركه ما عندها موارد ماليه، ما في شغل، في ركود اقتصادي الى ما ذلك، بس لحتى يعني هي لحتى يتاكدوا السيرفيس كندا يتاكدوا انه في استيفاء للشروط كافيه لحتى تؤهلك لحتى تكون مؤهل لتاخذ الامبلويمنت انشورنس. يعني هلا استاذ نذير أنا بشتغل لحالي في شركتي، يعني بينفع إني أسرح نفسي يعني؟ لا employment insurance أفصل حالي، أعاقب حالي وأفصل حالي وأستحق إما العيال بتسرح بس بس محدود الصلاحيات تسريح النهاية هذا الرباني. طب بدي أسأل بس أو أدخل على نقطة، ونحن حنحكي طبعا بس عشان نشرح للجميع إن إحنا الآن بلشنا نحكي عن الـ employment insurance بشكل عام وبشكلها الطبيعي، أكيد حنتكلم لأنه في ناس عم تسأل عن الوضع الراهن والكوفيد 19 ليش ما دخلنا فيه، أكيد حندخل فيه. كيفية التقديم هل هي نفسها بالكوفيد 19 والهذا؟ أعتقد إنه نفس الأسئلة راح تكون. بتصور والله هلأ لك ما راح أكذب عليكم، الموضوع الـ emergency benefit response أو response benefit في ضبابية، لأن إحنا أول مرة هي تقريبا هي خطة عاجلة قدمتها الحكومة الليبرالية بأوتاوا للتعامل مع الأزمة الحالية، أنا بيتهيأ لي حتكون مشابهة لدها طريقة التقديم، ولكن إحنا ما عندنا أي خبرة فيها، يعني حيكون في شيء مشابه أكيد تابع على CRA لكندا Revenue Agency،
ولكن المتطلبات شوي مختلفة. لهلا حنحكيها هلا إذا المتابعين فينا نستعجل لنوصل لهنيك. لا تمام يلا. فبس يعني نوعا ما في ضبابية، لأنه نحن يعني مثل ما اليوم حكيت معك دكتور إنه كل يوم في فرق، يعني في تغيرات جديدة. يعني بالأول الحكومة الفدرالية قالوا إنه في الكير بنفيت والسبورت بنفيت، في برنامجين، واحد لأرباب للسيلف إمبلويد، واحد للأشخاص الموظفين. حاليا من امبارح تم يعني المقابلة اللي عملها فادي مع الأستاذ عمر غبرة غطت هذا النقطتين هذول. هلا حاليا في تغيير امبارح من قبل وزير الماليه ورئيس الوزراء، قالوا انه هذول حيتم دمجهم ببرنامج واحد اللي هو الامرجنسي ريسبونس بنفيت. يعني سواء كنت انت رب سيلف امبلويد يعني بتشتغل لوحدك، او كنت موظف بحق لك تقدم، موظف غير مؤمن بحق لك تقدم على هذا البرنامج المعونه للكوفيد 19، وحنحكي عنه هلا. يعني صفيان كم سلايد بنحكي عنه. من السلف امبلويد كثير بيسالوا عنها اللي هي سائقين اوبر، هذا سلف امبلويد يا جماعه. تمام. اي فطريقه التقديم هي مثل ما قلت نحن، حتى انا بنصح يعني الاشخاص اللي هن لسه ما تسرحوا، يعني ان شاء الله ما بيتسرحوا ابدا، يضبطوا حسابهم السيرفيس كندا اللي عندهم امبلويمنت انشورنس، بس من باب الاحتياط في حال لا سمح الله صهر هذا الامر، في دائما يعني بيجهزوا اوراقهم وبيقدموا. وبالسلايد اللي بعده، في حال قبول الطلب، هلا في حال قبول الطلب بعد ما يقدم الشخص على سيرفيس كندا الموقع تبعهم وكل الامور امورها تمام، بيتلقى اول دفعه بعد 28 يوم من استقبال الطلب، ما يقارب الشهر يعني. وهون بدي نوه على فكره، يعني هون 28 يوم، يعني الشخص قاعد خلال شهر بدون دخل. العديد من الحكومات البروفنشال قدموا مثل مساعدات لمرة واحدة يعني الأشخاص اللي متأثرين، لحتى مش لأنه يزبطوا أمورهم ويمشوا حالهم فيها، حتى يتم يعني to be processed الموضوع employment insurance أو الموضوع المساعدة الفدرالية. يعني بألبيرتا على سبيل المثال طرحوا موضوع للمرة الواحدة فقط، الأشخاص اللي عاملين حجر صحي أو عندهم أو مصابين أو كذا فيهم يقدموا الشخص للمرة الواحدة فقط. وبتوقع وبكيبك في أمر مشابه جدا لأله حاليا. ف يعني هي من الأمور اللي ممكن مهم الواحد يشوفها مع الحكومة الفدرالية الموجودة. يعني هون برضو المقاطعات تلعب دور من مقاطعة لمقاطعة. أكيد أكيد. يعني وأنا بنصح صراحة المتابعين يتابعوا المؤتمرات الصحفية اليومية الموجودة مع وزراء الصحة، وأحيانا البريميرز تبع المقاطعات. يعني بألبيرتا أنا لاحظت هلأ بشكل يومي وزيرة الصحة عم تطلع تحكي مؤتمر صحفي، ورئيس الوزراء تبع ألبيرتا عم بيطلع تقريبا بشكل شبه يومي بسبب خطورة الوضع يعني والإجراءات اللي عم تتخذها حتى حكومات المقاطعات بهي الحالة يعني. وبالنقطة الثانية هون، بعد ما يوصل الشك للشخص لازم يكون اللي حكينا عنها الاستبيان، يعني مثل تقرير بيسألوا عدة أسئلة، إنه هو ما زال مؤهل للتأمين الوظيفي، بيسألوا مثلا عم يبحث عن عمل، عنده اي مصدر دخل ثاني، يعني تقريبا الليست يعني المؤهل يعني المتطلبات الامبلويمنت انشورنس بيروحوا عليها مره ثانيه. وفي بعض الاحيان بيطلبوا منه اثبات انه عم بتدور على شغل، يعني مثلا شو ورجينا الايميلز مثلا اللي عم تبعتهم كذا الامور، بس لحتى يعني من باب التحقق لا اكثر. هلا هون في اي اسئله هون قبل ما نفوت على الموضوع الجديد؟ في سؤال، في سؤال أتوقع نفسه اللي تجاوب عليه، إذا كنت موظف في شركتك الخاصة هل لك الحق؟ أتوقع عندك جاوبت له. ما لك الحق تقدم على employment insurance، ولكن لك الحق تقدم على كندا الكندا emergency response benefit. تمام. أوكي. طيب هلا إذا حندخل الآن في موضوع الـ emergency اللي هو الكوفيد 19 واللي صار التغييرات، صحيح؟ أوكي. فيا جماعة الآن إحنا إن شاء الله الأخ نذير حيشرح لنا موضوع التحديثات اللي صارت بسبب الفيروس هذا الجديد اللي جاءنا والتغييرات زي ما حكينا. يعني لو صارت هاي اللقاء مبارح كان حكينا شيء واليوم صار شيء، لأنه مبارح بالليل أو اليوم هم غيروا إشي something، فرح يشرح لنا يا أستاذ نذير تفضل. بس أنا قبل بداية الشرح، الآن لما نحكي إنه صار في عنا emergency response،
الامرجنسي ريسبونس هذا المفروض انها تمبرارلي، يعني هذه بتصير الان بحاله استثنائيه اكسبشن. اوكي، فاذا كانت هي اكسبشنال بعد ما ينتهي الظرف اللي احنا فيه بعود الامر زي ما كان عليه تماما. صحيح، تمام. هلا بداية هذا البرنامج اللي تم تقديمه من قبل الحكومة حاليا، هو برأيي أنا هو مثل توسيع للإمبلويمنت إنشورنس لحتى يضمنوا إنه الأشخاص الغير مؤمنين وظيفيا ما يكونوا بضائقة مالية كبيرة، ما يقدروا يدفعوا الفواتير تبعهم يغطوا تكاليف معيشتهم. والسبب إنه مثل ما ذكرنا قبل إنه أغلب الكنديين هم غير مؤمنين وظيفيا، سواء أعمالهم الخاصة أو بيشتغلوا كذا شغل بارت تايم أو ما إلى ذلك. فهذا البرنامج مخصص للأشخاص الغير مؤهلين للإمبلويمنت إنشورنس، يعني لو شخص عم بيشتغل وعنده إمبلويمنت إنشورنس مؤهل ليقدم لا يحق له التقديم للإمرجنسي بنفت. هي أول نقطة. النقطة الثانية، الإمرجنسي بنفت يا جماعة ما لها فترة طويلة، يعني هي الدخل مقداره $2000 لمدة 4 أشهر فقط، وفي له شروط معينة هون، والشروط هي شروط $2000 شهرياً. وعليها شيء كانوا يحكوا 900 كل 2 weeks. Is it the same؟ هلأ هو هي حكوها أول إشي لما كان في البرنامجين، وهلأ okay. ردوا قالوا $2000 تقريباً، إن في كلمة approximately بالمؤتمر الصحفي مع وزير المالية. أوكي. Okay. عشان توضيح انه كان في برنامجين وجمعوا ببرنامج واحد، لو بس تنوه للموضوع هذا استاذ نذير. بيل مورنو وزير الماليه بالبدايه من حوالي اقل من اسبوع او اسبوع قام بتقديم بالمؤتمر الصحفي انه الحكومه عازمه على انشاء برنامجين للدعم الوظيفي. برنامج الاول هو للموظفين الغير مؤمنين تماماً، الشخص اللي ما عنده employment insurance موظف بيقبض راتبه من رب العمل غير مؤمن بيكون مؤهل لهذا البرنامج. البرنامج الثاني اللي هو care benefit هو للأشخاص اللي عندهم self-employed، يعني لنقول حدا بيشتغل بالأوبر بيسكيب the dishes نوعاً ما freelancing، ما عنده رب عمل لحتى موضوع التأمين وبيشتغل لوحده، وهلأ الوضع شوي مكركب اقتصاديا، في قدم على هذا البرنامج. اليوم ومبارح صار في تطورات، وهلأ عم يحكوا لسه في updates أكثر يوم الاثنين Monday، انه هلأ البرنامج هدول تم دمجهم ببرنامج واحد اللي هو New Canada Emergency Response Benefit. هذا البرنامج بيشمل هالأمور كلها، يعني مثلا المتطلبات الموجودة عندنا نحن هون على السلايدز، عندك آخر حروح لآخر واحدة هي الأشخاص العاملين في عقود أو ذو مهن حرة، يعني هدول هاي آخر شرط أو آخر صنف، هدول كانوا كل واحدة منهم ذو عقود والمهن الحرة موجودين بشكل مختلف، كل واحد منهم عنده برنامج، حاليا تم دمجهم ببرنامج واحد. سو الأشخاص اللي تضرروا بسبب الأزمة الحالية يعني وبتنطبق عليهم هاي الصفة، واحدة من هالصفتين، هم مؤهلين ليقدموا على البرنامج. مثل ما قلنا $2000 خاضع للضريبة لمدة 4 أشهر. كمان في شخص خلينا نبلش من الأول على الأمور هاي. الأشخاص اللي توقفوا عن العمل وما عندهم تأمين وظيفي أو أي مصدر مساعدة آخر من الويلفير وما إلى ذلك، يعني منشوف نحن من الشرط الأول أنه الشخص اللي مؤهل للتأمين الوظيفي فورا هو غير مؤهل لهذا البرنامج، طالما هو موجود في عنده مصدر يعتمد عليه في حالة تسرح من عمله فهو غير مؤهل لهذا البرنامج. في حال قدم يعني رح يكون أول شيء عم بيضيع وقته وعم بيضيع وقت الموظف إنه حيرفض، والموظف اللي هو في أشخاص كتير مؤهلين ومحتاجين يقدموا على هذا البرنامج عم بيتأخر عليهم الشيء هذا. فأنا يعني بنصح نصيحة جدا إنه الشخص اللي عنده employment insurance ما يقدم على هذا البرنامج. أنا ملاحظ هون من السلايد دخل شهري للأسرة، فمعناها إذا 2 بيشتغلوا و2 سرحوا عن العمل أو توقفوا عن العمل، 2 بأخذوا 2000 together or مش واضح هذا الشيء، ما تم توضيحه لسه هلا. انا يمكن يكون في الشخصين، بتصور ممكن يكون الشخصين، ما عندي كتير فكره، بس الامبلويمنت انشورنس عاده ما بيدفعوا اكثر من 2000 وشوي بالشهر للاسره كامله، فانا ما بتصور يكونوا عم بيدفعوا لكل شخص عامل 2000، يعني 4000 مبلغ كتير كبير لينعطى. ممكن، ما بعرف، يعني لسه الامور ضبابيه، قالوا أول شيء للشخص بعدين للأسرة، ففي شوية ضبابية بالموضوع. هم كانوا بيحكوا في الأول، كانوا بيحكوا إنه كل أسبوعين
$900 للشخص. فلو حسبناها $900 للشخص كل أسبوعين معناته 1800 في الشهر لكل شخص. إذا بنحكي 1800 في الشهر لكل شخص معناته فكرة أنه 2000 لكل شخص في الشهر كانت موجودة أصلاً. مزبوط مزبوط. فهي شوي ضبابية يعني، فهمت علي كيف الموضوع جنرال تقريباً ما كتير توضح، بس يعني ما في شيء بعيد. وهم مننوه أنه الأشخاص اللي يعني بتوصلهم شيكات من كندا تشايلد بنفيت، الشيكات رح تم ماشي يعني. بالإضافة لهالأمور اللي حياخدها من الإمرجنسي ريسبونس أو من الإمبلويمنت إنشورنس، شيكات الكندا تشايلد بنفيت ماشي لساتها. نعم. فأول هذا أول شرط. فالأشخاص المؤمنين وظيفياً أول شيء، وهي أمر سهل جداً على الحكومة تعرف أنه أنت مؤمن وظيفياً من خلال السن نمبر، هالأرقام التسعة الموجودة بيحطوها على الكمبيوتر وبيلاحظوا فيه فوراً غير مؤهل. فهي أول شيء. النقطة الثانية هم المرضى أو الخاضعين للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا مستجد، وإذا في شخص يعني مثل أنه رب المنزل عنده شخص لا سمح الله معه كورونا أو عن قاعد يعني بالحجر الصحي لأنه رجع من السفر. هي النقطة. وما وضحوا كتير شو متطلبات الحجر الصحي. يعني بدي نوه أنا بألبيرتا المعونة الإمرجنسي اللي بألبيرتا حاطين 3 متطلبات مثلا للحجر الصحي. إما تكون راجع من سفر، هي بلا شيء، راجع من سفر حجر صحي لازم ومؤهل لتأخذ المعونة، أو حدا من الوز يعني تكادر من الطاقم الصحي طلب منك تحجر نفسك، أو اتصلت مع وعندك يعني أعراض الكوفيد 19 واتصلت مع الوزارة مع الرقم اللي عندنا للإمرجنسي وقالوا لك احجر نفسك. غير هيك الحجر نفسه لوحده ما يعني ما يعتبر. فهذا ممكن يكون تم توضيحه أكثر من وزيرة الصحة اللي هي البابليك هيلث أوفيسر دكتور تان يعني بالفدرال جوفرمنت. كانوا حاطين إنه في حالة الحجر الصحي أو في حالة الأعراض إذا ظهرت أعراض وهو حيقدم للبرنامج مش محتاج إنه يقدم إثباتات. مزبوط. هي هذا الحكي مزبوط يعني هذا معك 100%. بتفق معك بهذا الشيء. واللي بعدها هم الأهل العاملين اللي لازم يتمه عم أطفالهم بالبيت للثلاث حالات، إما لأنه الأطفال مصابين بالفيروس أو بسبب عطلة المدارس. يعني هلأ المدارس كلها عطلت بكل البروفنسز، يعني ما في أي محافظة موجود فيها هلأ المدارس. ثاني نقطة أو دور الحضانة ورعاية الأطفال الديكير، يعني في إذا الأب والأم بيشتغلوا سوا والديكير ماله موجود واحد منهم عم بيضطر يقعد بالبيت لحتى يتم مع الأولاد. فبهي النقطة أي واحدة من هالأمور الثلاثة بتخليهم مؤهلين ليقدموا على هذا، حتى لو واحد منهم لسه عم يشتغل. حتى لنقول مثلا الأب والأم عم يشتغلوا واحد منهم اضطر يقعد بالبيت ليجلس مع الأولاد، فيهم يقدموا بهالحالة. والسبب اللي قبل الأخير هو اللي توقفوا عن العمل بسبب نقص السيولة لدى رب العمل، وهي يعني تقريبا أغلب الحالات بتصوري اللي حيقدموا هم الأشخاص اللي تم تسريحهم هلأ. يعني عدد الأشخاص اللي قدموا على Employment Insurance بآخر أسبوع عدد مخيف، يعني ما يقارب 1,000,000 كندي. يعني لما طلع رئيس الوزراء حكى من أسبوع كان في 500,000 قدموا خلال أسبوع بما يقارب 7-8 أيام. فهي هي تقريباً الـ Emergency Response Benefit، التفاصيل الموجودة حالياً من الحكومة الفدرالية. واليوم كان في يعني هذا يعني هل القائمة تم تعديلها اليوم، في أمور كتير كانت مختلفة قبل، ويوم الماندي رح يعطوا تفاصيل أكتر. يعني بنصح أنا المتابعين يتموا متابعين يعني لأنه التطورات كتير عم تتغير من ساعة لساعة أحيانا من يوم ليوم. ففي مؤتمر صحفي يعني صار له هلأ خلال الأسبوعين لآخر أسبوعين، في مؤتمر صحفي عم بيطلع فيه رئيس الوزراء الكندي، بلش المؤتمر الصحفي بيطلع وزير المالية بيل مورنو والبابليك هيلث أوفيسر تان وكذا وزير حتى يعني بما يخص المواضيع كتير يعني. فبنصح الكل أنا يتابعوه، وإذا بتحب يعني هاي كتير مهم. والمفروض هذا البرنامج على هوا ما الحكومة الفيدرالية صرحت أنه بعد ما يقدم الشخص الطلب، في البداية قالوا 10 أيام بيوصلوا للتشيك، هلأ صاروا أسبوعين.
فشوي ضبابية. وهي مثل ما ذكرنا هذا البرنامج هو مدار من قبل كندا ريفينيو ايجنسي CRA، ماله من سيرفيس كندا، والطلبات اللي هتكون موجودة ابتداء من شهر 4 بأبريل. هي النقاط كتير لازم الواحد ينتبه. في نقطة دكتور أحمد بذكرنا فيها، أنه أعتقد لما حكيت عن موضوع الأطفال أنهم جالسين في البيت من المدارس، لازم يكون عمر الأطفال أصغر من 12 سنة. مزبوط. يس، يعني أنا وياك أبو حميد ما بننفع، ما بيزبط معنا. ما بتصبح. طلعنا احنا لازم نعمل أبديت جديد. طيب، أنا قبل فترة وصلني معلومات جميلة حابب أشاركها مع الجميع، خليني أطلعها بس دقيقة، اللي هي تقريبا البنفيتس اللي أعلنت عنها الحكومة عشان التغييرات. طبعا again هي مش 100%، لكن ملخص لإلها، كان في GST credit من $400 ل $600 حسب عدد الزوج، إذا واحد أو اثنين couples بكون 600، وبرضو الدخل أعتقد لازم يكون 42,000 فما أقل. الـ child tax benefit رح يجي للأطفال $300 مرة واحدة، أعتقد رح يحطوها بشهر 6 للشخص للطفل واحد. يس يس، اذا طفلين حيصيروا الاثنين مجموعهم 500. يس، وراح تيجي مره واحده بشهر اعتقد يا 5 يا 6. الستودنت لون اللي هو دفعات قروض الطلاب راح تتاخر لست اشهر بدون فوائد للدفعات وبدون انترست. راح يكون هناك للإنديجينس كوميونيتيز في رصدوا مبلغ للدفع، في مبلغ للمراكز المجتمعية مثل رعاية المتشردين ودعم عابري السبيل وضحايا الاعتداءات الجنسية، في راح يكون دعم هذا اللي تغير اليوم، دعم للراتب الشهري للموظفين في الشركات الصغيرة والمتوسطة. المعلومات اللي عندي 10% من الراتب الأساسي، هل في تغيير في الموضوع؟ أستاذ زير، اليوم أنا سمعت إنه في تغيير صار. ألو، الظاهر أستاذ زير صار عنده مشكلة في البث. أوكي، طيب يس، أستاذ نذير شكله عنده مشكلة في البث. anyway اليوم صار تحديث عن الموضوع هذا. هاي رجع معنا. ايه تفضل، عيد السؤال عشان يجاوب عليه أستاذ نذير. طيب، السؤال انه كانت الحكومة معلنة في البداية انه في 10% للشركات عشان تدعم الموظفين اللي عندها، هل في تغييرات الآن؟ اليوم أعلن رئيس الوزراء إنه الكندي إنه التغييرات هي اللي بيقولوها employment subsidy، مثل دعم حكومي للموظف أو توظيف، راح تكون تتراوح بين 10% ل 75% من راتب الموظف. يعني القطاعات المتأثرة إن كان بانخفاض أسعار النفط أو بفيروس كورونا أو بالركود أو يعني بالقطاعات الحيوية والشركات المتأثرة بشكل كبير، ممكن يوصل درجة دعم الحكومة لهم ل 75% من راتب الموظف. يعني هذا التحفيز بيخلي العديد من الشركات يعني ما حد يقول يتراجع، ولكن يتأنوا جدا قبل ما يسرحوا. التسريحات اللي صارت بآخر هذا بهالشهر هذا، يعني بآخر 3 أسابيع، تسريحات ما صارت من 2008 يعني بأمريكا الشمالية. ولكن هذا التحفيز بيخلق جو من الإيجابية بالاقتصاد عند أرباب العمل، يا جماعة طولوا بالكم، يعني 75% رقم ضخم. يعني أغلب راتب الموظف عمليا لو الشغل ماله ماشي، لو ماشي بشكل بسيط جدا، يعني المربح يمكن مع رب العمل بهالسبسيدي هي أكتر من الأوضاع العادية ببعض الحالات من غير الفيروس يعني. طيب، أنا كان في كلام على موضوع الربط ما بين المستحقين من هذا البرنامج وإنهم عاملين تاكس فايلينج تبعهم ولا مش عاملين تاكس فايلينج تبعهم، في حين إنه تاكس فايلينج تم السماحية لتأجيله حتى شهر 6. فهل في ربط بين الاستفادة من هذا البرنامج وإنه أكون أنا عامل تاكس فايلينج تبعي مبكرا، ولا ما في ربط ما بينهم؟ حسب تصريحات الحكومة ووزارة المالية ما في أي ربط.
بحب نوه على موضوع التاكس فايلينج. تم تأجيل التاكس فايلينج لشهر جون، ولكن المستحقات، يعني في حال شخص عمل الضرائب تبعه وفي مستحقات مالية معه لحتى 1 سبتمبر ليسدد هاي المستحقات يعني. وهي إذا في حدا عنده أي استفسارات، يعني في أنا بتصوري في أشخاص كتير اللي هن ما حيأخروا التاكس فايلينج لسبب إنه هن عادة ترجع لهم ريتيرنز، يعني في عندهم ريفند بيجي بعد ما يعملوا الضرائب. فإذا حدا في عنده استفسار على المجموعة وعلى التعليقات يعني أكيد إلي الشرف بتواصل معهم وبساعدهم يعني بهي الناحية، لأنه في كتير أشخاص أنا برأيي يعني أنا من الأشخاص اللي تواصلت معهم هون هن غير راغبين إنه يأخروا الموضوع الضرائب، لأنه موضوع الضرائب بالنسبة لهم دخل إضافي عم بيجي على الأسرة أكثر منه شيء عم تدفعه أنت، خاصة إذا يعني الدخل ما بيوصل لدرجات معينة كتير عالية بتخليك تدفع ضرائب زيادة بآخر السنة، بالعكس بيكون في ريفاند عم تجي لرب الأسرة أو الاثنين. هلا لا أخفيك في مشكلة بسيطة أعتقد اللي هي التاكس كلينيك اللي هي بيسووا عادة تاكس فري خاصة للناس اللي دخلهم محدود. هاي كل التاكس كلينيكس أغلقت بسبب الكوفيد 19، فأتوقع إنه هذا يعني اللي ما بيقدر يسوي عن طريق محاسب وما بيقدر يدفع لمحاسب أكيد رح ينتظر. فهذول الأشخاص لازم يتواصلوا مع التاكس كلينيك. أنا بعرف في أشخاص خاصة اللي دخلهم محدود لازم يتواصلوا مع التاكس كلينيك أو مع الكوميونيتي سنترز اللي بيشتغلوا معها هم، وراح أتوقع إنه يحكيوا لهم الطريقة، ممكن يرسلوها عن طريق الإيميل سكان، راح أكيد راح يصير حل للموضوع. إضافة على كلامك، بكالجري في بجامعة كالجري بكذا جامعة عادة في عندهم فري تاكس كلينيك. أنا بعرف كذا شخص يعني من الأشخاص اللي كانوا عام يعني متطوعين خلال السنوات الماضية من طلاب البزنس والإيكونومكس وغيرهم، حاليا يعني على الجروبات يعني يعني كتير بلشوا يحطوا على الفيسبوك يا جماعة اللي عنده اللي بده يعمل الضرائب كذا تواصلوا معي، نحن حنبلش الموضوع virtually يعني يعني يجيبوا هذا لحتى بس يخلوا الأمور، لأنه في كتير يعني نقطة مهمة جدا يعني الأشخاص اللي بتعتمد على التاكس كلينيكس هم الأشخاص نفسهم اللي بتجيهم ريفانز من الدولة، يعني الجماعة أكلوها ضربين لعب فيهم يعملوا فايلينج حتى لو أخرت لهم الموعد وتأخر وصول الأموال هي لألهم. احنا شكلنا راح نتأقلم على الفيرتشوال لايف سون بسبب هذا. مهم جدا مهم جدا نعم. احنا نشفنا ريو للأخ نزير اليوم بس صراحة ما بعرف إذا الأستاذ محمد عنده أسئلة، ظل الموضوع شيق جدا أخذ تقريبا ساعة منا نعم نعم. أنا بدي أشكر الأستاذ نذير، وأنا حاب أن بس أعيد وأكرر نقطة بدأتها. إحنا حقيقة اللقاءات تبعتنا هذه هي لقاءات عفوية، وإحنا متعمدين أنها تكون لقاءات عفوية، لا يعني ذلك أنه ما يكونش فيها خبرات، ولا يعني ذلك أنه نعطي فيها معلومات خاطئة ومعلومات غير موثقة. على العكس، إحنا مهتمين جدا تكون معلومات موثقة ومعلومات صحيحة ومعلومات من أشخاص خبراء، لكن مهتمين جدا أن يكونوا الخبراء من بيننا. يعني ما نلجأ أن نجيب خبراء من خارج إطارنا إلا لما يكون فعلا في شح في الخبرات هذه، لكن لما يكون في عندنا خبراء موجودين إحنا بهمنا أنه نتعرف على الخبراء اللي بيننا، فهمنا نتعرف على بعضنا البعض، بهمنا نتعرف على قدراتنا، وبهمنا أن نتواصل من خلال الخبرة تبعنا ومن خلال المهن تبعنا بشكل عملي وبشكل حقيقي، وبهمنا أن نرسخ بشكل عملي معنى التواصل مع بعضنا البعض والاستفادة من بعضنا البعض وانتقال المعارف ما بين بعضنا البعض. هذا الأمر حيوي جدا داخل المجتمع العربي ومهم جدا أن نكرسه، وبجوز يكون هذا واحد من الرسائل الأساسية اللي جمعية عرب كندا مهتمة إنها ترسخها وتقوم عليها وتعملها، وإن شاء الله إن شاء الله نستطيع مع بعضنا البعض نكتشف خبراتنا سوية. أي واحد من الإخوة عنده خبرة في مجال معين بيعتقد إنه هاي الخبرة مهم إنها تخرج للبقية من الأصدقاء والزملاء والأصحاب معنا، إحنا بنرحب فيه جدا وبنرحب فيه جدا يكون موجود هون يطرح خبرته، ما يخجل ما يخاف، يعملنا زي ما عمل الأستاذ نذير مباشرة كان مبادر
مباشرة يعني دخل معنا على الخط و يعني أفاد الآخرين بعلمه. فبنشجع الكل إنه مجرد ما شاف عنده خير ممكن يقدمه للآخرين، مهنة معينة عنده حاب إنه يستفيد منها الآخرين، يا سيدي شيء عنده حاب إنه يعرفه للناس في شخصيته في نفسه في وظيفته، هذا شيء إحنا كمان بنرحب فيه، سواء هو استفاد وحده أو استفاد هو وأفاد الآخرين، هذا كله مهم جدا بالنسبة لنا. يعني مهم جدا إنه يكون هذا الساحة هذه المساحة هذه اللي إحنا بنفتحها مساحة يستفيد منها الجميع، سواء اللي بيعطي أو المتلقي، ويكون هذا بشكل أساسي حابينه يكون مقتصر على الخبرات الداخلية، لأنه ما بدنا فعلا يكون في عندنا خبير موجود في مجال وإحنا رايحين نطلب خبير خارج إطارنا وبالأخير هو جالس يكون عنده خبرة أكثر من الشخص اللي موجود إحنا بنتحاور إحنا وياه. لذلك أنا بشكر أستاذ نذير على هذه المبادرة، وبتمنى إنه الجميع اللي عنده شيء حاب يقدمه حاب يفيد الناس فيه يكون متواجد معنا هنا ويستفيد الجميع من بعضنا البعض. شكرا. أكيد أكيد، يعني هذا المطلوب وهذا الهدف من الموضوع. الموضوع هو ليس احتكار. أخ نسيم بحكي أنا مستعد، أكيد حتواصل معك. نتشرف بكم جميعا، تشرفنا بوجودك معنا أخ نذير. الحلقات هاي عم بتصير، قد لا نستمر فيها طويلا إن شاء الله، يكون الحصار أو الحظر علينا ينتهي قريبا، لكن عرفتنا على قامات في المجتمع العربي في كندا ونفتخر فيهم ونشكرهم لأنهم دائما يعني سباقين للخير، وقتهم وجهدهم لخدمة الجالية. فنشكرك لحضورك معنا اليوم، ونذكر في لقائنا غدا راح يكون مع الدكتورة يسرى قاسم من العراق، هي طبيبة في مستشفى جنرال هوسبيتال في أوتاوا، حتحدثنا عن الأدوية والعلاجات والفاكسين وآخر ما تطور له العلم، وبدها تعرج أيضا على الحالة النفسية سواء للكبار أو للصغار، خاصة الصغار والحالة النفسية الآن إحنا ما نعرف عنها كتير لأنهم قاعدين يا إما وراء الجادجتس أو مع أصحابهم بيلعبوا أو يعني فأحيانا ما بنركز عليها. فبكرة الحلقة راح تكون مهمة جدا وشيقة، بخبرتها الدكتورة إن شاء الله راح تفيدنا. فنتمنى أن نراكم على خير غدا. نعطي كلمة أخيرة أستاذ. شكرا جزيلا صراحة، والله أنا لي الشرف صراحة، يعني هالمواضيع دائما أنا بحكي معها مع الشباب والأشخاص هون، بس ما سنحت لي الفرصة أبدا أتواصل مع أشخاص بأونتاريو، يعني عندي أصدقاء ولكن عن نطاق ضيق. فبالعكس أنا تشرفت وإن شاء الله تكون الجلسة استفاد منها الجميع يعني، وإذا حدا عنده أي استفسار أو أسئلة لا يتردد أبدا بالتواصل معي، يعني ححط تعليق أنا، يعني هعمل كومنت على اللايف لحتى اللي عنده استفسارات أو أمور بده يستفسر عنها أكثر يتواصل معي يعني. شكرا شكرا أستاذ نذير. طبعا أجين الجمعية بترحب بجميع الـ الـ الأفكار في أي وقت، زي ما حكى الأستاذ محمد ممكن تتواصلوا معاه تواصلوا معاي، نحن قلوبنا مفتوحة للجميع، وهذه منكم وإليكم، والسلام عليكم. والسلام عليكم. السلام عليكم.